السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع كتاب الترمذي وكتاب العلم. نسأل الله لنا فعلاء أن ينفع به، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال: باب في الاستيصاء بمن طلب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع أبو محمد الرؤاسي. قال الحافظ في التقريب: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، يعني كان يقبل التلقين، لذلك سقط حديثه، لذلك سقط حديثه فهو ضعيف. قال: حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري وعمر بن سعد بن عبيد من العباد من الثقات، روى له الجماعة عن سفيان، وسفيان هو سفيان الثوري رضي الله عنه أرضاه، أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن أبي هارون العبدي، وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوي، مشهور بكنيته قال العلماء متروك، وكذبه بعضهم ورمي بالتشيع. إذن الحديث فيه أكثر من راوي ضعيف، ولكن تعصب الجناية بأبي هارون، يعني ضعف الحديث يؤول إلى أبي هارون العبدي فهو متروك، فالحديث قريب إلى الواضع منه إلى الصحة فهو ضعيف جدا. قال: عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة من حديث أنس ومن غيره. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال أبو هارون العبدي: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دل ذلك دل على فضل الصحابة الكرام، وأنهم كانوا يعني يسارعون في مرضات الله جل في علاه بالانقياد والاستسلام التام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسارعة في الخيرات طلبا للصالحات، بأنهم يأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على فرض الصحة. وحديث أنس الذي قال فيه استوصوا بأهل الحديث خيرا، استوصوا بطالب العلم خيرا، فكان يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رحبت بلادكم واتسعت وأتيتم أهلا ونزلتم سهلا، ترحيبا كاملا تاما لما يطلبون، لا سيما وأن الملائكة ترحب أيضا بطلب العلم، فإنها تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، لا سيما وأنه لا يمكن أن يتقرب المرء لله جل في علاه عبادة بأفضل من طلب العلم لمن صالحت نيته، لا لأن يطلب العلم ليتصدر أو ليظهر أو ليعلم أو لتكون له المكانة أو الرياسة أو الدنيا. المسألة دائرة على الإخلاص لله جل في علاه، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم
يؤتى به يوم القيامة فيذكره بنعائمه عليه، فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول الله تعالى: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤخذ به فيزج في نار جهنم. قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع. هذه المسألة الأولى، وهي خيرية هذه الأمة وفضيلة هؤلاء الصحابة الكرام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، أي يتخذونكم أسوة، يتخذونكم قدوة، فأنتم المقدمين أو أنتم المقدمون على الناس، قدمكم الله جل في علاه، فكونوا على خير ما تكونون من أهلية ذلك. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمقصود بذلك أو المعني بذلك أولا وتصديرا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وأن الله تعالى قال: محمد رسول الله، والذين معه رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مثل رائع ضربه الله جل في علاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن في الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: نظر الله في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب محمد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله جل وعلا واختارهم لصحبة نبيه ولنشر سنته أو لنصرة دعوته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس جميعا يحتاجون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: إن الناس لكم تبع وإن رجالا. وهنا لفتة مهمة جدا في الحديث عندما يقول: وإن رجالا، ما أكثر الذكور وأقل الرجال. قال: إن رجالا، والوسم بالرجولة هنا كما لو تتبعنا الرجولة في القرآن وجدناها على الندرة ووجدناها لها سمات وصفات خاصة بها، لذلك هنا سلم قال: إن رجالا، وسمهم بالرجولة من أجل أنهم قطعوا الفيافي والقفار من أجل طلب العلم، من أجل أنهم انفردوا أو أفردوا أو قل يعني قد أنفقوا أعمارهم لله وبالله وفي الله ولنصر الدين الله جل في علاه، كأنهم من الأقوام الذين خلقهم الله لا يعرفون شيئا إلا نصرة هذا الدين. وهذا يذكرني بالقول الأمير عندما قال للمصلوب: قال: كيف تفعلون بكذا وكذا من آلاف الأحاديث التي بثثتها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يعيش لها الجهابذة قوم أوقفوا أنفسهم لله جل في علاه، باعوا أرواحهم رخيصة من أجل دين الله جل في علاه، ما عاشوا إلا لنصرة هذه السنة، ما عاشوا إلا لنشر هذه السنة، وعلو بعد علو من ألصق اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، من ألصق نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما على الإمام الشافعي وما على مالك وما على أحمد وما على ابن عيينة وما على البخاري وما على مسلم إلا بالتصاقهم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المتأخرين ما على الألباني والله ما على ولا على إلا بالتصاق اسمه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وترى بأن الثورة، ثورة العلم هذه والتجديد للأمة في أمر العلم، هو الصيحة العظيمة التي جاءت في وسط العلم للانشغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ التعصب والتقليد، لأنه تنبت نبتة الآن تتكلم على المذهبية بإفراط، وأيضا منهم من يتكلم على اتباع الدليل بإفراط، والمسألة متوسطة بين هؤلاء وبين هؤلاء. المذهب لابد منه حتى أصل سريعا إلى الحديث، لأن الإنسان لا يصطدم بالدليل مرة واحدة، لا يستطيع ولا يرتقي ولا يستطيع أن يكون طالبا للعلم بهذا، هو يبتدئ بالمذهب حتى يعرف كيف كان يفكر علماؤنا وكيف كانوا يستنبطون الأحكام من الأدلة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الأدلة. وهذا الذي أجلاه بجلاء إمامنا وإمام الأصغر ومفخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تحقيق الرسالة وفي الكلام على تحقيق مسند الإمام أحمد.
قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا وهم بالحق رجال باعوا أنفسهم بأنفسهم لربهم جل في علاه كما وصفهم الله جل في علاه من المؤمنين رجال ومن طبعيديه الآن من المؤمنين رجال والأكثر ذكور من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فقال الله فقال سلم وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضي فيها أن يتحمل المشقة واللأواء والنفقة من أجل قطع الفياف والقفار لطلب العلم الرحلة في طلب العلم وقد أسهبت أنا في هذا الباب وتكلمت عليه كثيرا لكن لابد أن تنظر بعين الإنصاف إن الله وصفهم بذلك أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهم ما ركنوا إلى ما هم عليه وما سكنوا في بيوتهم ولكنهم رحلوا وضربوا أكباد الإبل للوصول للعلم وهذا كان متمثلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم فهذا جابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حديث وأيضا أبو أيوب الأنصاري رحل شهرا من أجل حديث سعيد بن مسيب كان يقول كنت لا أنام الأيام والليالي أقطع الأمطار وقال أقطع الفياف والقفار من أجل أن أصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتونكم من أقطار الأراضين وهذه فيها دلالة أيضا على أن هذا الدين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل ولذلك الدعوة سارت مسير الشمس في الأقطار وبلغت ما بلغ الليل والنهار هذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة الرب الجليل سبحانه جل في علاه لذلك قال يأتونكم من أقطار الأراضين الآن العجب العجاب لو قلنا في مصر في الشام في أقطار المعمورة الآن العلم يتوفر والناس لا يمكن أن نراهم في التمسك والعض بالنوارز على العلم مثل ما كان في الأولين لذلك لابد ألا نقارن بين الزمنين أو نقارن بين الزمنين ولا نسأل لما نحن في المؤخرة ولا نسأل لما نحن في ذلة ومهانة وفي صغار لم يعلموا قدر العز أو قل سبب العز فلم يتمسكوا به هذا العلم لابد أن يؤتى فإن أتى وفر منه صاحبه كيف تكون منزلته وهذا الحادث الآن الحادث الآن أن كثير من الناس يتزهدون في العلم وفي أهل العلم لذلك هم أراذل للناس وهم في مؤخرة الصف وهم في مؤخرة الأمم ولن يتقدموا قط إلا بظهور هذه الطائفة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم قال إن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضي يتفقهون في الدين ثم هذا الوصف الثاني المهم جدا أنهم يرحلون من أجل الفقه في الدين لا من أجل التجارة وإن كانت مباحة لا من أجل العلم الدنيوي وإن كان مباحا لكن من أجل الفقه في الدين وهنا لفت أيضا أعظم أنه قال يتفقهون في الدين دلالة واضحة جدا على أن الأصل وأن الأساس وأن الذي يفيد الأمة حقا هو الفقه في الدين هو التفقه هو الفهم بلوغ دقة الفهم في هذا الباب لذلك قال شيخ الإسلام إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات السنده وفهم متنه وفهم المتن هو رأس الأمر لذلك لما ضم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل جمع بين الأمرين الجليلين ما هما الكتاب والسنة علمه التأويل في الكتاب وفقهه في الدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنت ترى دائما إذا وصلت إلى من يحمل العلم قل الخير كل الخير فيك ولكن إن بلغت إلى العالم الفقيه هذا كالكبريت الأحمر بحث عنه وعد عليه بالنوارز قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه رب حامل الفقه ليس بفقيه ولذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام ثلاثة والأقسام الثلاثة قسم لا نفع فيه وهذا لا يقبل الماء لا يجمعه ولا هو يعني ينبت الكلى ولا الزرع وقسم يقبل الماء وينبت الكلى والزرع هذا العالم الفقيه الذي يقبل العلم ويحفظه ويحمله وينتفع به فيتعبد ثم ينشره بين الناس ويتفقه الناس على يديه فهو رحل الناس جميعا يرحلون إليه من أجل هذا العلم والفقه وأناس وسط هم الذين يجمعون الماء كالأرض التي تجمع الماء هي لا تنبت كلا لكنها تنفع يعني يكون للراعي يكون للزرع يكون للشرب يكون لكثير من الأمور التي ينتفع بها الناس لا سيما أن الله جعل الماء سببا لحياة الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون على ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين وهذا يعني حقا يكون دليل لي على ما ذكرت قبل ذلك في مسألة مهمة أتبناها فيها خلاف بين العلماء ما هي المسألة قال يتفقهون في الدين وهذا السياق سياق مدح كده أنا قربت المسافة جدا
ما هي المسألة؟ لا هنا ولا هناك. كريم، أين هو؟ قل له ما هي المسألة عندك؟ طب اسفر محمد، نرى منهم اتخاذ مذهب. لا ليس كذلك، أنا أنصف شأن آخر. منها شهد الله أنه لا إله إلا هو. أنا الآن أقرب المسافة جدا. وجوب الرجوع لها، نعم، لكن ليست هي. أنا قلت الحديث سياق وسياق المدح والمن في مصر بالذات يحتجون بكل هذه الآيات على أشياء أخرى. الآن أنا أوضحت الإجابة جدا. الهدف العلم الديني، كيف العلم الديني هو فرض كفاية لابد من تحصيله. أفضلية العلماء، نعم ده صحيح، تعظيم العلماء ده صحيح، لكن سأقول أنا الإجابة، أنني أقول كل آية وكل حديث جاء بالثناء على العلم فهو محصور في العلم الشرعي فقط، لأنه قال بهذا المدح وهذا الوصف يتفقهون في الدين خاصة، فهذه فيها إشارة على أن كل دليل جاء للمدح في العلم أو للثناء على العلم فهو للعلم الشرعي لا لغيره. ولذلك هم دائما الناس يأخذون قول الله تعالى، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، ويتكلمون عن علم الجيولوجيا، علم الاتصالات، علم الفضاء، كل ذلك لا ينزل تحت هذا المدح بحال من الأحوال. ما جاءت آية تمدح علما وما جاء حديث يمدح علما إلا في علم الشرع. ولذلك أنت ترى حصر سلم في هذه الصفات على هؤلاء الرجال، قال يتفقهون في الدين، ولذلك ما كانت الوصية إلا بذلك. ولما تكلم عن أمر الدنيا قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وإلا فكان كثير من الصحابة يتقنون جدا من الحرف المهنية في أمور الدنيا. ما وردنا مدح من سلم جاء على هذا الإتقان إلا في إتقان العلم، وما جاء الثناء من سلم إلا على العلم الشرعي، وما جاء المدح في كتاب الله في علاه إلا على علم الشرع. هنا يأتينا لازم بالكلام، كلام الإخوة الأفاضل الأخوات الفضلات في الإجابة على تعظيم العلماء. نعم، إذا ما جاء الثناء في الكتاب أو في السنة إلا في العلم، إذا لابد من تعظيم الذين يحملون هذا العلم، وهي أفضلية العلماء والثناء وتعظيم العلماء. قال إن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذه المسألة الأخيرة في هذا الحديث. قال، يقول الصوت غير مستقر، فقال أنا مسلم، قال فإذا أتوكم فاستوصوا سلهم، فاستوصوا بهم خيرا. يقول فاستوصوا بهم خيرا، فاستوصوا بهم خيرا. هذه المسألة الأخيرة في هذا الحديث، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بهم خيرا. والاستصاء بهم خيرا هذا أمر من الله جل في علاه، إذا كان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيضا جاء ضمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوا، هذه دلالة على أحقية تقديم طالب العلم وأن هذا حق له. وهذا يمكن لي، يعني إن لم أكن منفردا بهذا القول، أن أقول نزول طالب العلم في محل وهناك من يعلم أنه طالب علم وجب عليه، أنا أقول وجب عليه بحق الاستضافة، حق الاستصاء به. يعني هذا يجعلني أقول مستخلصا مسألة فقهية من الأهمية بمكان، ألا وهي بأن لطالب العلم أن يأخذ حقه عنوة عنه. وهذه مسألة ترجع لنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. حق بأن هذه مسألة عظيمة جدا لو دقق العلماء فيها النظر، ونظروا نظرا يعني جيدا بحاجة الناس إلى العلم وإلى أهل العلم، أنزلهم هذه المنزلة. لذلك قال استوصوا بهم خيرا، استوصوا بهم العلم خيرا، يعني كونوا معهم على
خير خلق وعلى خير عمل. والمعنى اكفوهم حاجتهم، وأيضا أمنحوهم ما يحتاجون من طعام أو شراب أو مأوى أو مسكن، وأيضا انفعوهم بعلم الشرع. وهذا هو الأصل الذي من أجله قد رحلوا وتركوا الديار والبلاد وتركوا العباد والإناث بالعباد من أجل التفقه في الدين. وصراحة قد ضرب علماؤنا أروع الأمثلة في ذلك. ما زلت عند قولي أن هذا حق للطالب وهو وجوبا لابد أن يأخذه، وهذا يجعلني أقول إن تحايل عليه ليأخذها وفإن لم يرد فله ذلك. يعني إن نزل محلة، جزاكم الله خير، إن نزل محلة ولم يجد أحد يؤويه أو يكفيه، وهناك من يعلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، صراحة أنا أرى أن يفعل معه ما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا حق أحقه الله لطلبة العلم. والحق بأن الإمام الشافعي كان يقول الفيء كله، يعني الفيء سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء لا يكون إلا في نصرة الدين. فسهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء كما في الأم لا يكون إلا في نصرة الدين، ونصرة الدين تكون بالسنان وباللسان، والأعظم الآن باللسان ليست بالسنان، الأعظم الآن باللسان لا بالسنان. لذلك بعض الجهلة يهتمون جدا ببعض الفقراء، وهذا خير، هذا خير، استغفر الله، لا أنا لا أعاتب ولا ألوم، لكن هم جهلة أيضا، حقا جهلة في التجارة مع الله جل في علاه، يترك طالبا للعلم ويأوي بعد ذلك لمسكين أو مسكينة. كثير من الناس يلتفتون إليه، كثير من الناس يسدون حاجته. أما التجارة مع الله حقا بهذا الطالب أو هذا العالم الذي إذا كفاه وآواه الله وكفاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، وإذا سد حاجته وخلته سد عن الأمة بأسرها خلت، وكل حسنة وكل حرف وكل حديث وكل آية يشرحها يمتع بها، حديث يستخلص منه الأحكام، هو في ميزانه هو. كيف يجهل المرء الذي أنعم الله بنعمة يستطيع فيها، إن كان يعني لم يؤتى الذكاء ولم يؤتى الحرص ولم يؤتى الجد على الطلب، أن يضيع على نفسه هذه الفرصة الثمينة أن يكون وريثا للنبي بالتبع، لأن العالم وكيل النبي وهو وريث النبي، فيأتي الثاني فيكون ملازما لهذا الوريث، مصاحبا له، مقتسما معه ما يفعل، يعني يؤوي ويكفي ويقتسم معه كل ما يفعل في هذا الباب. وأنا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم الرجل الذي يتاجر مع الله جل في علاه، لا أن يخرج رجل يقول أنا تكلفت آلاف الدراهم والدنانير من أجل أن أخرج مثل برادة يلعب الإسكواش أو فلان يلعب الكرة، هو يتبناه ليلعب الكرة، ماذا فعل للأمة؟ وكيف سيجيب عن السؤال يوم الحساب عند رب العباد في المال الذي أتاه الله جل في علاه فيما أنفقه في اللعب، وسيسأل عن كل درهم من ودينار. لو قال في دين الله جل في علاه لدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لذلك قال استوصوا بهم خيرا، والأمثلة رائعة على ذلك. الإمام مالك ما كان عنده ما يكفيه، ولكن كفاه الله جل في علاه بعلماء أخر يعلمون قدر مالك وما عند مالك. وما أدراكم ما مالك؟ إمام دار الهجرة. الإمام مالك لما أتاه الشافعي عندما قال خالد الزنجي للإمام الشافعي قال ما أرى لك إلا الفقه، تشغل نفسك بهذه الأشعار. ولذلك الحق بأن التعمق في اللغة العربية هذا جهل من صاحبه، كان طالبا للعلم يتعمق في اللغة، وهذا الذي ذمه الإمام أحمد يأخذ الكفاية منه وهو يحفظ أبواب. وطبعا الإمام الشافعي حجة في اللغة، إلا من اهتم بأمور تخصصية في ذلك فهذا أمر آخر. فيأتي الإمام الشافعي وأمه يعني تحث على الرحلة بعدما رحلت به من فلسطين إلى المكة، فأمرته فذهب إلى المدينة وجلس في كنف الإمام مالك. عندما رأى مالك منه العجب عندما جلس في أول المجلس ومالك يقرأ عليه والشافعي كأنه يكتب بإصبعه، فقال ما لي أراك سيء الأدب؟ قال يا إمام والله ما عندي من سوء الأدب وما رأيت مني من سوء الأدب. فقال رأيتك تلعب بإصبعك والقوم يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا إمام والله ما كنت أفعل، ما عندي كاغت ولا قلم، ما أكتب الحديث، فكنت أكتب الحديث في يدي ثم سرد عليه الأحاديث. فطبعا هذه فتنة وذكاء، قال مكانك ليس هنا تعالى، فأخذه إلى البيت فقرأ عليه الموطأ، كان قد حفظه في 10 أيام أو 13 يوما. وبعدما جلس مدة مع الإمام مالك قال أريد الرحلة، أريد الكوفة، فقال لا امكث معي 3 أيام. وكان المقصود من ذلك، وهذا الشاهد الذي أريده، كان المقصود من ذلك أن مالك يعلم أنه ستأتي عطية السلطان، فقال فبعدما أتته أتى بها أمام الشافعي ووضعها أمامه، فقال
فقال شطر لك وشطر لأولادي. شوف البنوة، وبنوة العلم أرقى وأزكى من بنوة النسب. بنوة العلم أرقى وأزكى من بنوة النسب، وأبوة العلم أرقى وأزكى من أبوة النسب. يا للخسارة، ويل ثم ويل، ويح هذا الشيخ الذي حباه الله ابنا لبيبا أريبا ويريد أن يهجره، يريد أن يحاربه، يحسب أنه سيعلو عليه، ولو علا عليه فهو منه، فهو له. وهذا ضيق الأفق والجهل وعدم العلم بما عند الله جل في علاه من الفضل. فانظر إلى البنوة، قال الإمام مالك، والإمام مالك لا يغى، يقول اذهب إلى الأحناف، اذهب إلى الكوفة. ولأنه الإمام الشافعي عارف فضل مالك، ولما أخرج اختلاف مالك وحدث الضجة الكبيرة، كان الأدب كل الأدب يعلو الإمام الشافعي ومالك، وبقي مالك وبقي الشافعي وبقي أهل المغرب، المغرب بأسرهم يقدمون مالك على الجميع، وبقي أهل اليمن وأهل مصر يقدمون الشافعي. الغرض المقصود أن رجع كتب للجميع القبول، لأن الجميع ما أرادوا إلا وجه الله جل في علاه. لكن أنا الآن أريد أن أبين كيف الوصية بهؤلاء. الإمام مالك فقال للشافعي شطر لك وشطر لباقي الأولاد، لأولاد لأنه ابن له بنوة العلم وأبوة العلم، هذه التي يعض عليها المرء بالنوارز. وحقا الذي لا يفقه هو الذي يحارب تلميذه أو يحارب شيخه. لكن هذه يعني ليس فيها ثمة مشاحة أن نرى بأن العالم إذا أخطأ رد عليه تلميذه، أو أخطأ التلميذ رد عليه عالمه. هذا الأمر من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، وهذا دين، هذا دين، وهذا فيه ما فيه من الفضل لهذه الأمة. الغرض المقصود مالك قال شطر لك وشطر لأولادي، وإن نظرت نظرت نظر وإن رأيت أو سألت عن عجب، فانظر عجبا بتعامل الإمام أحمد والإمام مع الإمام البخاري. الإمام أحمد جبل الحفظ، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. لما قال بقي بن مخلد للإمام يحيى بن معين أسألك عن رجل، قال عن من تسأل؟ قال عن أحمد. قال أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد لما رأى البخاري وأقر الله عينه بالبخاري ورد البخاري بعد ذلك الرحلة، قال إلى أين تذهب؟ أتترك الناس والمجالس وتذهب؟ ويقصد الناس من؟ العلماء. وكانت الحفاوة عظيمة للإمام البخاري من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الغرض المقصود بأن الإمام أحمد رحمه الله كانت الحفاوة عظيمة بمثل البخاري وبمثل مسلم وبمثل بقية ابن مخلد، عندما علم أنه جاء حافيا يأكل ورق الشجر فكانوا يكفونه المؤونة. أيضا من ذلك ما تراه بين الإمام الليث بن سعد والإمام مالك. الليث بن سعد كان لا يترك الإمام مالك بحال من الأحوال، وكان يرسل له بالأموال كفاية للمؤونة. وأيضا في 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 مرة من المرات بعث الليث إلى الإمام مالك، فبعث إليه مالك قال زد علي في العطاء فإن ابنتي ستتزوج، فأرسل إليه أضعافا مضاعفة. أين هؤلاء الآن؟ من غير مال وغير شيء، في هناك وحشة بين طلبة العلم، هناك يعني كأن الوحر في الصدور، كأن البغض والضغينة في الصدور من أجل الحسد، من أجل الحقد، من أجل الأهواء، من أجل مآرب أخرى، من أجل الدنيا، من أجل القرب من السلطان. كل ذلك يعني نتج بنتاج سيء جدا على وسط أهل العلم. رحم العلم بيننا تجعل أواصر المحبة في المعالي، فلما الآن نتسافل؟ فلما يحدث ما لا يحمد عقباه الآن من الترامي بالسب والشتم والتنقيص وغير ذلك. وأنا دائما ألفت الانتباه، ليس الرد على المخالف تنقيص منه، ليس بيان جهل الجاهل ليس تنقيصا منه. هذه المسألة مسألة دين لابد أن يظهر في هذا الباب. لكن هؤلاء أصحاب المآرب الأخرى يخلطون، يلبسون على الناس، والله الشيطان يعظم لهم تعظيما، بل يقبل الأيادي مما هم فيه. يلبسون إن رددت على شيخك في مسألة قد أخطأ فيها وظهر خطأه بجلاء، الأمر دين، ليس هذا من سوء الأدب، لكن يتخذونه تكئة من أجل الحسد والحقد ومن أجل مآرب أخرى لنشر الضغينة ونشر الفساد، فساد ذات البين. والنبي يقول فساد ذات البين هي الحارقة، بل أعظم المنن التي من الله عليها على 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 نبينا بها وعلى الأمة بها، وهو تألف القلوب بين الصحابة. قال الله جل في علاه وألف بين، في سياق المن قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك ترى كل التشريع جاء لحسم المادة وسد الزريعة التي تؤدي إلى فساد ذات البين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع على بيع أخي، أن يخطب على خطبة أخي، نهى عن بيع ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. كل ذلك من أجل
حسم مدت فساد ذات البين، فساد ذات البين هي الحالقة. هذا ليس مع الإمام مالك، والأعجب من ذلك أبو حنيفة. أبو حنيفة وكان يرعى، وهذا صراحة نحتاج إليه الآن، أبو حنيفة كان يرعى أبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، لذلك الفقهاء عيال على أبي حنيفة كان له نظرة في طلبة العلم. في ذات مرة أبو يوسف بعدما جلس وتمتع بعلم أبي حنيفة واستوعب كثير من أصوله وقواعده، قال لما لا أنفرد بالمجلس الآن؟ وهذا الذي يحدث الآن، بعض أشبار أو بعض من طلب العلم يريد أن ينفرد بالمجالس، لك ذلك إذا ظهر الجهل، لكن لا تنقطع عن الطلب، لا تنقطع عن الطلب، لو انفردت فلا تنقطع، فإن انقطعت فأنت جاهل جهول، وهذا الحق، لأنه لا كما قال الإمام ابن عيينة، قيل له من أحوج الناس إلى العلم؟ قال العالم. من أحوج الناس إلى العلم؟ قال العالم. فأحوج الناس إلى علم العالم، وأشد الناس حاجة إلى العلم وإلى دقائق العلم العلماء، لأن العالم لو جلس في مجالس العلم لو تكرر عليه الدرس 1000 مرة سيستخلص قاعدة تفيد بعد ذلك في 1000 الفروع، سيستخلص مسألة عزت عليه بل عرقلته وكانت عصر في طريق 1000 الأيام، لكن هذا لا يفتحه الله إلا لمن شاء الله جل في علاه له الخير. وقل ما تجد امرأة يعلم حاجته العزيزة في مسألة العلم إن تنام العلم عنده. لذلك الحافظ ابن حجر سطر كلاما يكتب بماء العين في الفتح، قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. لا تقل ما جد في الطلب قراءة والاطلاع، لا، إذا وفر الله لك أمرا لا تضيعه، لا تضيعه بحال من الأحوال. فالإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قال أنفرد، فكان من باب رجاء الخير لأبي يوسف، قال له الإمام أبو حنيفة بعث عليه بسؤال وبين خطأه وضعفه فيه، يعني تعالى المجالس ما زلت حتى يستوي الأمر على إيش؟ على سوخي، أو يستوي العود على سوخي. أنا أريد أستشهد بفعل أبي حنيفة مع أبي يوسف، أن أبا يوسف لما نظر إليه الإمام أبو حنيفة ووجد فيه رجاحة العقل والذكاء والحرص فاهتم به، فتغيب أسبوعا، فذهب فسأل عنه، فقال حبسه أبوه، فذهب إلى أبيه وأمه فسألهما لما حبستم أبا يوسف عن المجلس؟ قالوا لا يعولنا إلا هو، لا طعام ولا شراب إلا به. فقام إليه فقال إن ابنكم هذا سيأكل غدا الفالوذج، هذا أشهى الأطعمة في الكوفة، وكان طبعا في الخلافة يعني لا يؤكل مثل الفالوذج. فقام أبو حنيفة وقال بذلك، ثم أخذ، وهذا الشاهد، أخذ المال، وكان تاجرا غنيا ثريا، أخذ المال وقال كم يكفيكم في الشهر وتتركون لنا أبا يوسف؟ قالوا كذا، فأعطاهم في كل شيء مقدما المال الذي يكفيهم حتى يتركوا أبا يوسف لمجالس العلم، وكان أحرص الناس على مجالس العلم. انظر كيف الوصية بطلبة العلم من هؤلاء الأفزاز. لذلك ما من عالم إلا وخلف بعده عالما، وما من عالم إلا وأنتج بعده علماء، وهذه بركة العمر في العالم، بركة العلم في العالم أن يخلف علماء، أن يخلف طلبة علم يسيرون المسيرة. وهؤلاء لو ساروا المسيرة، هو ميت والحسنات لا تقف، هو ميت والدرجات ترتفع، هو درجته إلى درجة معينة، وفي كل مرة يعلو درجة، فيسأل بما؟ بهؤلاء الذين خرجتهم، بهؤلاء الذين امتد العلم معهم، بهؤلاء الذين لم يقطع الله حسناتك بهم. فأنت الآن إلى يوم الناس هذا تتردى عن الشافعي، تتردى عن أحمد، تتردى عن أبي حنيف، عن مالك، لا يقطع الخير عنهم إلى يوم الناس هذا. هذا الذي حدث بابن تيمية أن يقول أجزموا أن الأئمة 4 في الجنة، ولو ضربنا مثلا أيضا هو جزاء نفاقا وأجر انتباقا، الزهري ومالك، الإمام الزهري والإمام مالك، يعني كانت حفاوة الزهري بمالك عظيمة. ومالك جاءه يوم العيد كما تعلمون القصة، يدق الباب، فجاءت المرأة فقالت صاحبك الأشقى، فقال قولي له أعطيه لحما وقولي له اذهب. يعني أنا أتكلم هنا لا على طلب الحديث، أتكلم على طلب اللحم الآن. فانظروا في يوم العيد وأدخل السرور عليه، فقال أعطيه اللحم وقوله اذهب. لكن مالك كانت الشهية مفتوحة لا على الطعام، ولكن أشهى ما يشتهيه هو طلب الحديث، حتى دخل أخذ منه 20 حديثا وقال له ردهم علي، فردهم فمن خرم حديث، قال حقا إنك وعاء للعلم. قال وهو كان قد اشترط عليه إن حفظ هذا الحديث يعطيه غير هذا الحديث. فقال إذن أنتظر. تنتظر ماذا؟ أنتظر الأحاديث الأخرى. قال لا، تكفي أو يكفي لك هذا اليوم، وذهب. الغرض المقصود، هؤلاء عاشوا لله وكانوا من أعظم الناس عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ارتقوا منازل علا وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا
بطلبة العلم خيرا، استوصوا بأهل العلم خيرا. فإن قلنا هذا هذه الوصية بطالب العلم، الحق الوصية الأعظم تكون بمن؟ بالعالم. إن قلنا هذه الوصية الوصية الحاسمة، الوصية الرائعة، الوصية السامية، هذه الوصية المتقنة المحكمة لطالب العلم، فالذي يعلمه من باب أولى أن يكون كذلك. الأمة لابد أن نستوصي الأمة بأهل العلم خيرا، الأمة التي وجب عليها أن تنتج العلماء وأن تهتم بالعلماء وأن تخرج للدنيا علماء أهدرت مكانة العلماء وتناست أن نجاتها بالعلماء، بل وخلفت العلماء ظهريا، والله لا يؤذن لهذه الدنيا بأفور إلا بموت العلماء. فالله الله في العلماء، الله الله في طلبة العلم. إن لم نلد أمة تهتم بعلمائها، فلتهتم العلماء بطلبة العلم، وليهتم العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر السنة بين الناس، ينشئ الله أمة أخرى تهتم بالعلماء وبطلبة العلم. وكيفما تعمل تعامل، وكيفما تكون يكون الله لك، وكيفما تبيع نفسك لربك جل في علاه، تجد من باع نفسه لله يخدمك في ذلك، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. ما أدري عندنا وقت أم هو خلاص، الحمد لله هذا للمسجد وللجامعة. فإذا ننتقل إلى الباب الثاني، الفوائد المستنبطة قبل أن ننتقل للباب الثاني. الفائدة الأولى فضل الرحلة في طلب العلم. من أين نجد هذه الفائدة؟ لهم لا لكم. من أين نستنبط هذه الفائدة؟ فضل الرحلة في طلب العلم. لا أجد إجابة. من أين نستنبط فضل الرحلة في طلب العلم؟ نعم ممتازة أروى. نعم يأتونكم من أقطار الأرض. ما في إجابة إلا النساء يتصدرن الباب في الإجابة. طب اشتركوا أنتم عشان نرى من أسرع إجابته. مش محتاجة كلام الآن، هيحصل نزاع كبير. من خلاص أنتم الله المستعان. طيب الفائدة الثانية فضل الصحابة، وهذه تؤخذ من وين حاجة؟ فعل أبي سعيد في أصل الحديث. فعل أبي سعيد استوصوا فقال مرحبا بوصية رسول الله، المسارعة في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة زينة الأمة وخيرية الأمة منوطة بالعلماء. زينة الأمة وخيرات الأمة منوطة بالعلماء. هم أتوا بأمر آخر، الناس لكم تبع في هذا الباب. يعني جيد. طيب ننتقل إلى الباب الثاني، هو قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ذهاب العلم. باب ما جاء في ذهاب العلم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أبو القاسم الكوفي، صدوق كما قال الحافظ في التقريب. حدثنا عبدة بن سليمان، هو أبو مهند، شوف أبو معمر الكوفي، خط سيء، أبو معمر الكوفي، عبدة بن سليمان أبو معمر الكوفي ثقة ثبت، روى له الجماعة عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الثقة الثبت الأمين، مدلس وتدليسه قليل كما قال هنا، لا يدلس قليل في التدليس ولا يدلس إلا عن ثقة، وروى له الجماعة، لكن كما قلنا أخذوا عليه كسرة الرواية عن 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 أبيه بالبصر. طيب عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو التقي النقي العالم النحرير المحدث الفقيه، من الله عليه فهو من الفقهاء السبعة. قال ابنه هشام كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما ومات صائما، وكان يعني كما قلنا قد جمع الله له بين الحديث والفقه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يكتب ولا أكتب، وكان يحسب أنه أكثر حديثا، وهو حقا كان أكثر حديثا،
لكنه لم ينتشر لأنه انشغل بالزاملتين من أهل الكتاب، لذلك يعني الناس لم يأخذوا عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شغل بعقد المجالس لبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة لأنه كان عابدا شغلته عبادته عن عقد المجالس. وصراحة هذا خلاف الأول، كان أولى به أن يترك قيام الليل ويعقد المجالس، يعني لو تزاحم قيام الليل مع عقد المجالس المجلس يقدم. ما في عبادة تداني هذه العبادة كما قال الإمام أحمد، قال لا أرى عبادة تداني هذه العبادة ولا تساميها لمن خلصت نيته، ليس له أفضل من طلب العلم إن خلصت وصحت نيته. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة، وقد روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صراحة الحديث أنا يعني يستوقفني كثيرا، في أمور مشكلة علي سأبينها إن شاء الله عندما نتكلم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، أو قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. والمقصود بالناس هنا عشان ده هذا من باب الايه العام الذي لا العام الذي يراد به الخصوص العام الذي يراد به يقصد بالناس هنا، وهذه تجعلني أطير في السماء لأني أحسن الظن بعالم أنه لا يحك رأسه إلا بدليل. طيب، ووجدت منه الكلمة فقلت وأين الأثر له عندما قال ذلك؟ من؟ وما الكلمة؟ أحمد الفراسة جاءت أحمد أنفل قلت ذلك أحمد عندما قال للبخاري أتتركنا وتترك إيش؟ الناس، وما يقصد الناس إلا هو له أثر، أثر في السنة موجود. لذلك أنا أقول دائما، لذلك أنا صراحة أتعبني الأخ، ما زلت سأقول الأخ الذي يقول بيفتي بالعداد وأقول عدي وهي عندي، وأنا قلت له أنا ممكن أفتي بالمسبحة أنها تجوز، والعداد بدعة، هذا العداد المنتشر جدا في السعودية كثيرا ما يعودون به. قال له عندي ما عندي هذا، يا ابن الحلال أت الدليل، أت العلم، فين العلم؟ لذلك الله يصطفي ينتقي بعض الناس ليجعل فيهم الفقه أو عمق الفقه. قد يحمل المرء علما، قد يحمل العلم، يحوي علما، نعم يحوي، يحوي يكون واسع الاطلاع ويقرأ ويجيب كتب هنا ويصور ويدخل النت يأتي بأوراق، لكن دقة العلم ليست لأي أحد، ليس أحد. الله تعالى يصطفي من يشاء ويعطيه ويمنحه مثل هذا العلم. دقائق العلوم لا تأتي إلا لمن اصطفاه الله جل وعلا وحباه حب السنة والميل إلى السنة، ذلك التحرك. ولذلك حتى لما قيل لي طب أنت تقول بالسبحة، قلت نعم أنا أقول بها، لما؟ لأني أرى أثرا جاء، حديث الأثر الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنا أصححه وأقول بحسني. الشيخ الألباني عشان يرد هذا أو يقول بدعة ماذا يفعل؟ ليس له إلا سبيل واحد فقط، ألا هو تضعيف هذا الأثر، ولذلك هو ضعف، ونحن لا نأخذ بتضعيف الشيخ، المسألة اجتهادية في هذا الباب، لكن العدد ما هو؟ العبادة توقفية وهذا تشريع. لذلك شوف الإمام أحمد يسلم هنا إجابة عن الإمام أحمد، لما في المذهب ترى روايات ثلاثة روايات خمسة؟ لما؟ الأثر يحركه، يعني هو كثيرا ما ينظر إلى قول الصحابة ويقدمه حتى على القياس، وإن كان لم يكن في المذهب في أصول المذهب كان أتكلم على أن هذا تعظيم الأثر هو الذي يعطي الفقه الأرقى، لذلك قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، هذا عام يرد به الخصوص، يعني لا ينتزعه من العلماء، لأن العلم في ندرة وأندر منه العلماء الذين يحملون هذا العلم. قال انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا كما نرى الآن، بل تصدروا من غير أن يتخذهم الناس، لقول السلام بين يدي الساعة سنون خدعة كما سيأتي في الشرح. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا الذي نراه، رجل بائع قماش لا يفهم شيئا، أخذ الفتوى من رجل حسب أهل العلم ويترك أصلا في حول أهل العلم ويقول خلاص أنا أقف عند هذا. لما؟ لأنه أخذ ما يشتهي، وهذه المصيبة، مصيبة أنهم الآن بيخرج علينا نبتة الذين يتعمقون في مسألة المذهبية دون النظر للدليل، وإلا فالمذهبية تصل بك للدليل، مفهوم؟ لما؟ ليقول اختر ما شئت، عندنا مجمع كبير سيأتيك مذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب مالك، واختر من هذه المذاهب ما شئت، تضيع للدين، وأيضا تعليم للناس على الزندقة، إنه طالما يشتهي فيذهب ينظر في كثير من المسائل التي يأخذها تشهيا، ينظر إلى سقطات وزلات العلماء وشذوذات المذاهب فيأخذ بها ويتعبد بها، وهذه زندقة كما قال سعيد بن المسيب. اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم،
فضلوا وأضلوا. هذا الحديث حديث عظيم، والذي أشكل عليه سأتيكم الآن المسألة الأولى من هذا الحديث، هو قول سلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. معنى ذلك أولا فيها أمور. الأمر الأول أن العلم هبة من الله جل في علاه، ليس من فرط الذكاء ولا من الحرص ولا وإن كانت هذه أسباب ولا من الرحلة. العلم أصالة هبة من الله جل وعلا، يصطفي من يشاء ليهبه العلم. ذلك هذه تزكية في حد ذاتها، وهذا الذي تبناه الإمام ابن عبد البر. ولذلك يقول الله تعالى إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإذا اصطفى الرسول اصطفى له الوكيل، والعالم وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء ممارسة الأنبياء، والوكيل ينزل منزلة الأصيل في عدم وجود الأصيل. فأصل العلم هبة من الله جل في علاه، فإن وردت من حجبه الله جل في علاه عن العلم، اعلم أن الله تعالى لم يصطفي مثله ليكون في مثل هذا الخط. قال الله جل في علاه: ما بكم وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إنما يعملكم أحصيها لكم وثم أوفيكم إياه، فمن ورد خيرا فليحمد الله. لذلك الله تعالى أمر نبيه ما أمره بشيء بالاستزادة إلا بالاستزادة بالعلم، عندما أمره أن يقول: قل رب زدني علما، قل رب زدني علما. هذا الدعاء الذي ألزمه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل رب زدني علما، ففيها الهبة من الله. هذا الأول العلم هبة، وله أسس وأصول وأسباب، لابد من حرص، ولابد من التلقي، ولابد من التلقين. العلم لا يأخذ إلا بالتلقين، ولابد من التلقي والتلقين، ولابد من الحرص، ولابد من الرحلة، ولابد من الصبر، ولابد من المثابرة على طلب العلم، ولابد من المطالعة، ولابد من المذاكرة، ولابد من أن نرى مجالس العلم الحق التي قال فيها المسلم أنها على الرسوخ، لا أن يطلب العلم عند الأصاغر، ولابد من يعني إنفاق الغالي والثمين، كما قال يحيى بن معين: قال أنفقت ألف درهم تركهم لي أبي من أجل هذا العلم. والبخاري كذلك، وكثير من الأغنياء أنفقوا ما لهم من أجل هذا العلم. هذه الأسباب، لكن الأصل أن العلم هبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الذي وهبه للعلماء. فأصل المسألة الأولى في هذه المسألة، أو الفرع الأول من هذه المسألة، العلم هبة من الله جل في علاه، وله أسباب لابد أن يتخذها الإنسان حتى يصل إلى العلم. والعلم بحر لا ساحل له، لا نهاية للعلم، لا نهاية للعلم بحال من الأحوال. رجل بلغ 70 وكان فقيها دقيقا في الأمة، وكان عالما نحريرا، وتعلمون الفقهاء في ندرة، والناس جميعا يلتفون حوله للفتوى، وكانوا يلتفون حوله للفتوى. فلما علم بمحدث نزل إلى هذه البلدة وسيعقد مجلس الحديث، جلس ليتعلم، جلس ليأخذ الحديث، ليحمل الحديث عن هذا الفقيه وهذا العالم. هذا أمر جلل للعلماء وطلبة العلم وللأشبار أيضا، لأبي شبر حتى يعلم أنه أبو شبر، فلا يقف عند الشبر، لأنه في النهاية لن يعد الشبر، ولن يأخذ منه شيء، ولن تنتفع الأمة. ونحن نريد الشبر يكون زراعا ويكون باعا، وذلك يكون امتدادا في كل الأرض. لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال: لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هذه التي استوقفتني وأقف معها، أنا أدين الله بأن من منحه الله العلم زكاه بذلك، وأن الله لا ينتزع العلم من صدري بعدما منحه هذا العلم. لما؟ لأن الله جل في علاه يعطي هذا العلم الشريف لمن نظر الله إلى قلبه فوجد مهيئا تقيا نقيا، وأنه أهل لهذا العلم. فالله جل في علاه عندما اصطفى علماء الأمة فكانوا حقا سادة الناس. فإن نظرت إلى الرعيل الأول، اصطفى الله جل في علاه أبي بن مسعود، حذافة، عبد الله بن حذافة، اصطفى الله جل في علاه زيد بن ثابت، وأيضا زيد بن حارث. انظر كيف فعلوا في هذه الأمة لما بعث، وأبا موسى الأشعري بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن لتعليم العلم ونشر دين الله جل في علاه، بل لقضية الكون الكبرى وهي التوحيد. قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. فإذا اصطفى الله أناسا حفنا قليلا للعلم، وقد منحهم هذا العلم، فهم على عين الله تربوا. ولا بد أن تتذكر قول الله في علاه: ولتصنع على عيني. وهذا تزكية للعلماء، وهذا الذي حدا بابن عبد البر أن يقول بأن حمل العلم وحده تزكية، حمل العلم وحده تزكية. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الذي أتبناه الآن وأدين الله به، وأعلم أن الله شكور، لأن الله جل في علاه إذا من وامتن وأعطى وأعظم في العطية، لا سيما عطية العلم، لأنه إرث النبوة، فإنه لا ينتزع
أبدا لا ينتزعه، لكن يشكل علي بأن من انحرف بهذا العلم، من انحرف بهذا العلم عن الجادة فهو في شبه كما قال الحسن البصري من علماء اليهود، لا سيما أن الله ضرب يعني أسوأ الأمثلة للعلماء الذين حادوا عن الطريق، فهل هؤلاء علماء أم لا؟ هذا الذي يشكل عليه، لأن الله جل وعلا قال واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحمار يحمل، قول الله جل في علاه كمثل الحمار يحمل أسفار، والقول الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم تعلم العلم لغير الله فهو عالم لقبه بالعالم، فهل هذا يعني هذا هل هو ينزل تحت الحديث أم لا ينزل؟ أنا أدين بظاهر الحديث، أدين الله بظاهر الحديث أن من من الله عليه بالعلم لا ينتزعه منه لا يأخذ منه، ولأني أقول ما أعطاه إلا لأهليته للعلم، لما؟ لأن الله جل في علاه لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى بحال من الأحوال، على أن الله جل في علاه ما منحه إلا بعد نظر الله إليه ونظر الله إلى قلبه، لكن لابد من الإجابة عن هذه الأمثلة، ولابد من الإجابة أيضا عن كثير ممن تجدهم يحملون العلم وليسوا بأهل العلم. الإجابة عندي إجابة واحدة، ولو عندكم بعض التوجيهات نأخذ هذه التوجيهات من الإخوة وأيضا طلبة الجامعة هنا. أقول نأخذ التوجيه الأول عندي في هذا الباب، هم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء، من رأى من سمع من ابتدع في دين الله من انحرف عن الجادة ممن حمل العلم ليسوا بعلماء، هم حملة علم وليسوا بعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وفصل مراتب العلماء إلى حملة وإلى عالم فقيه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، يبقى إذن هناك طائفة ستحمل العلم، وهذه الطائفة تنقسم إلى قسمين، طائفة تحمل العلم ديانة لله جل في علاه وإخلاصا، هؤلاء الذين يحظون بهذا الخير وهذه النظارة التي قال في المسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، وأيضا هذا الوعاء الأرض التي تقبل الماء فتجمعه، تجمع هذا الماء فينتفع الناس بهذا العلم. والقسم الثاني ممن يحمل العلم حملة علم لا ينتفعون بالعلم، هؤلاء الذين ضرب فيهم الله جل في علاه هذه الأمثلة، وهؤلاء الذين تصدروا الناس على أنهم علماء لحملهم للعلم وليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. العالم الحق هو العالم المدقق الذي يتعبد لله بهذا العلم وينشر العلم بين الناس ولا يخلو من معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة أو له الذنب يقيم عليه، لكنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر تذكر، وليس النبيل الذي لا يزل أبدا قط، لن تجد هذا بحال من الأحوال، ولكن النبيل الذي إذا زل رجع فرجع. الغرض المقصود بأن منح العلم يكون على اختيار من الله جل في علاه وعلى اصطفاء، وهذا كما قلنا يجعل الجانب الذي قاله الإمام العلم ابن عبد البر بأن حمل العلم نفس حمل العلم هو تزكية، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاع، لأن الله شكور أيضا إذا منح العلم لا يأخذ. هذه من 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 يعني من عظيم النظر إلى عظيم صفات الله جل في علاه بأن الله كريم وأن الله شكور وأن الله إذا امتن على العبد بنعمة فإنه لا يأخذ، لا سيما نعمة العلم، ويمكن أن أقول نعمة العلم خاص، لأن الله قال عامة في الكتاب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا الآية الأخرى أوضح في الاستدلال في هذا الباب، إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يغيروا ما بأنفسهم. فهنا هذه بشارة للعلماء لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، والإمام أبو حنيفة قال الفقهاء هم أولياء الرحمن، فقال إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. فالحق بأن هذا الباب نرى بأن حمل العلم تعديل، وأن الله تعالى لا يمنح العلم ويمنح دقة العلم لأي أحد كان بحال من الأحوال، وإن وجدت مرائيا مسمعا سترى بأنه يفضح نفسه بنفسه ويظهر ذلك والله جل في علاه على لسانه، لا سيما بأن الله جل في علاه له حكم إن حمل العلم. نعم يحمل العلم نصرة هذا الدين، لأن الله ينصر هذا الدين بالإيش؟
بالرجل الفاجر كما أنه ينصر الدين بالرجل البار، لا سيما وأن الله جل في علاه أن الله جل كتب بأن الله جل في علاه بأن هذا العلم لابد أن يكون مع الأجيال، وأن هذا العلم ينتشر، وأن هذه السنة تنتشر. فترى الناس الذين حتى قد قدحوا فيهم، الذين كانوا يعقدون المجالس في الرعيل الأول ويأخذون الأجر على المجالس، فقدحوا فيهم جرحا وتعديلا، وإن كان هذا ليس بجرح هذا الحق، لكن قدحوا فيهم وقالوا أنت الآن لعاعة الدنيا تشغلك عن الاحتساب لله جل في علاه. فهؤلاء فقط كانت الحكمة لوصول العلم للعلماء الحق الذين يحملون دين الله جل في علاه. لذلك أنت لابد أن, 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 أن يكون صدى كلام ابن عيينة في أذنك موافقا لكلام السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. عندما قال ابن عيينة تعلمنا العلم لغير الله أكمله فأبى إلا أن يكون لله، تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله سبحانه جل في علاه. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. في هذه المسألة الثانية وهي قبض العلماء احتج بها جمهور أهل العلم على شغور الزمان، جواز شغور الزمان من عالم من مجتهد وخلو الزمان من مجتهد، وأنا يعني أرى أن هذا اتجاه خاطئ في كلام الجمهور، وإن كان هذا تجاسر مني في مخالفة الجمهور، وإلا قد قال علماؤنا الحرج كل الحرج أن تخالف جمهور أهل العلم، لكن الحق لابد أن تفهم أصوليا ليس الحق مع الأكثرية، قد لا يكون كذلك، وإن كان الأغلب يكون الجمهور إذا اتفقوا على كلمة أو الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على مسألة من العلم فالحق أقرب إليهم، لكن قد ينفرد المرء ويكون الحق معه، قد ينفرد المرء ويكون الحق معه. أضرب لذلك مثلا، ما هو المثل؟ حجر سيب الطلب الآن، مثل رائع في هذا الباب. الأئمة الأربعة اتفقوا على مسألة وقال فيما بعض العلماء هذه المسألة، وفي النهاية أنا لا أقول الحق معه، طيب، لكن يظهر بجلاء أن الأدلة معه قوية وعامل الناس جميعا بهذه الفتوى. ما إيش البركة الذي فيها أنت؟ هذه بركات من السماء. شوف هو ماذا قال لك أمس أنت؟ قال لك هتفهم، أصبر لكن هتفهم، صح ولا لا؟ رأيت؟ نعم. الأئمة الأربعة اتفقوا على انطلاق ثلاثة لا يقع إلا واحد، اتفق الأئمة الأربعة على انطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، والإمام ابن تيمية يقول بأن الطلاق ثلاثة لا يقع إلا واحد، وحرب ضروس في هذه المسألة، وسجنوه أكثر من مرة لهذه الفتوى. طيب، وابن رجب نصره فضغطوا عليه، السياسة تحكم، ضغطوا علي، ألف رسالة كاملة في نقد فتوى ابن تيمية في هذا. طيب خلاص نقده، فرح المبتدع بذلك. الزمان الآن بما المحاكم بأسرها بما تحكم الطلاق ثلاثة بواحد، اذهب إلى كل مجامع الفتوى يقولون لا بناء البيت الطلاق ثلاثة، يأخذون الفتوى كأني أقول كلمة وهي خطأ أن تقال، أجبرهم الله على فتوى ابن تيمية، خطأ هذا، لكن أقول شوف انظر كرامة الرجل على الله الذي فعلها. لكن الذي أقصده لأنه عاش ظهرا لله، ما يعرف شيئا إلا العمل لدين الله الذي فعله، لكن أنا أقصد أنه قد يخالف الرجل الجمهور ويكون الحق معه. أما شغور الزمان من مجتهد هذا لا أقبله ولا أقول به، وهذا قال به الجمهور، وهم يستدلون بقول مسلم إيش ولكن يقضى عليهم قبض العلماء، قال حتى إذا لم يترك عالما، هذا وجه الشاهد عنده، فوجه الدلالة في ذلك بأنه إذا لم يترك عالما خلص زمان من عالم، خلص زمان من عالم أو من مجتهد. خلو زمان من مجتهد بهذا الحديث بهذا الحديث ليس جيدا استدلال به، وإلا فعندنا محكم، هذا مضمون نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يترك عالما، هذا مضمون، لكن الأصل في هذا الباب هو إيش؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، هذا محكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذله. يعني هذه دلالة واضحة جلية على أنه لا يمكن أن يذهب زمان ويخلو فيه من مجتهد، لا سيما وأن سلم قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة، ولا رفعة ولا سنة للأمة إلا بالعلم وأهل العلم. فشغور الزمان من مجتهد كلام ضعيف وإن تبناه الجمهور، شغور الزمان من مجتهد ضعيف وإن تبناه الجمهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يترك عالما كما احتج به العلماء، قلنا هذا خطأ بين، والصحيح أنه لا يخلو زمان من مجتهد بحال من الأحوال. وإخواننا في أهل الشام يقولون إذا خليت بليت، فأهل الشام يقولون بهذا كلام، هذا مثل رائع سمعته من طالب علم كان عندي في دبي، أخ الآن بحضر من السير في المدينة،
قال لي، قلت له طب والآن هل في طلبة علم؟ قال إذا خليت بليت. أعجبني المثال جدا. نعم هذا صحيح، ولذلك يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى قال حتى يرفع علم أظهر الجهل، ورفع علم أظهر ظهور الجهل بنافي وجود العلماء. لهذا جاء إلى، لكن إن وجد الصوت للعلم فهذا هو. نعم هو هذا، هو ليس لهم مخرج أن هم يقولون بهذا، خلي بالك. لذلك أنا طرحت هذا التوجيه، يعني هو صحيح الراجع أن أقول له ولا نخالف ونقول آخر الزمان سيدرك الزمان أناس يدركون لا إله إلا الله ولا يعرفون شيئا غيره. لما قال حذيفة لصلة قال فقال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. فالصحيح في هذا الباب خلو الزمان من مجتهد معناه قيام الساعة، خلو الزمان من مجتهد معناه قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل، وحتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله يقبض العلم انتزاع، لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما أو يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فعلى الدنيا الزوال، على الدنيا الزوال. لا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذه المسألة العظيمة جدا التي نراها الآن. ما هي؟ تصدر من لم يتأهل، تصدر الجهل. هذه هي المصيبة التي نعيش فيها الآن. الجهل أنواع. طب تصدر الجهل كما تعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم وفضلوا أضل. هذا أيضا موافق قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام، وهذه كما قلنا دلالة على 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 أو علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهلة أنواع. جاهل يلبس ثوب العالم، وهذا الجهل المركب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه بعض علماء السلف الناس أربع على أربع: عالم يعلم، عالم ينسى، وجاهل لا يعلم أنه جاهل. أنا أريد هذا، جاهل لا يعلم أنه جاهل، فذلك فذاك سفيه فإيش فاتركوه، جهل جهل مركب. قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل ركيبي جهل مركب. فالحق الأول تصدر الجهل المركب كما نرى الآن. هؤلاء الجهلة الذي يقوم ويقول الرجم منسوخ، جاءني رجل من طلبة العلم أتوني وقالوا هذا الكلام، الرجم منسوخ. كيف منسوخ؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم نزلت الآية الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فنسخه. وأيضا بعضهم قال ما في رجم أصلا أصالة، لأن الكتاب قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العتق. قال وتشطير الرجم إيش؟ غير وارد. تشطير الرجم غير وارد. وهذا هو تصدر هؤلاء اللي هو اسمه ميزو ولا اسمه الذي رد حديث البخاري، هو نفسه إسلام البحيري. أمثال هؤلاء، تصدر هؤلاء الجهلة تضيع للدين، وتصدر أيضا المبتدع الضال تضيع للدين. لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدث. هذا التصدر الأول، وهذا أخطر التصدرات. أخطره أن تصدر الذي انقلب عليه العلم، الذي لا يعلم، الذي يجهل أنه يجهل أو عنده العلم المغلوط، فهذا الذي يدس السم في العسل. لا يمكن أن تصبو الأمة أو ترتقي الأمة من هذه الكبوة، ولا ترتقي ولا ترتفع إلا بمحاربة مثل هؤلاء، وإلا بعدم تصدر هؤلاء. قال ابن مسعود، وهذا في الصحيح في قول أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال لا أقول أمير شر من أمير. المسألة ما لكم ولاة الأمور، ما لكم للفقر أو الضنك الذي أنتم فيه، ما لكم ولذلك. هذا فعل الله، دعوا فعل الله واحسنوا الظن به، والحكمة الله تعالى له ما له من الحكم، لكن أنت انشغل بما خلقت أنت له، انشغل أنت بما خلقت له. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لكن سبحان ربي العظيم، نسأل الله أن يعلمنا أنفعنا بما علمنا. الأفضل لنا أن نقول اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فتصدر أهل الجهل أهل العلم كما قلنا الضعيف الذين يتصدرون للناس. هؤلاء الأولى بك أن تنشغل بنشر السنة ونشر العلم، ولا تنشغل بشيء آخر، وتسمع وتطيع وتحسن في عملك وترتقي بعلمك، فالدنيا بأسرها تشرق بك، الدنيا بأسرها تشرق بك. فالتصدر الأول تصدر الجهل المركب، والتصدر الثاني للجهل الذي لا يعلم،
الذي لا يعلم يتصدر، كالآن صار الدين مشاع، الكل يتكلم فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالة جعلوهم رؤوس. قال الإمام ابن مسعود: لا أقول في قول أنس رضي الله عنه أن السلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: لا أقول زمان، لا أقول أمير شر من أمير، ولا أقول فقر شر من فقر، لكن أقول يرفع العلم ويظهر الجهل ويتصدر الجهلاء، فتضيع الدنيا بذلك، فتضيع الدنيا، يضيع الدنيا والدين، فتضيع الدنيا بذلك. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، وفي رواية: فسئلوا فأفتوا بغير علم. في المسألة في قوله فسئلوا بهذه مسألة فقهية مهمة جدا، وهي الرجوع لأهل العلم في كل صغير وكبير ودقيق وجلي، وأن الناس العامة العوام هوام لا يدرون من يسأل، فيسألون من اشتهر، فيسألون من تصدر، ولا يسألون من أتقن العلم. فسئلوا فأفتوا بغير علم، وهذه فيها حرمة الفتوى بغير علم. قول الله للفعلاء: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا أن علماءنا كانوا يقولون أكره، وكلمة أكره من العلماء كالشافعي وأحمد كانت تورعا فقط حتى لا يكونوا تشريعا. فالذي يفتي بغير علم يتقحم النار على بصيرة، كما قال وسلم: من أفتى بغير علم تقحم النار على بصيرة. وفي الأثر أيضا: من تكلم في القرآن بغير علم أثم ولو أصاب، أثم ولو أصاب. نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من أهل العلم الذين منحهم الله العلم، وأن يمنحنا العمل بهذا العلم. يعني يرن في أذني الآن صدى كلام أبي بكر ابن العربي صاحب التفسير وصاحب كتاب الحديث المالكي، ليس ابن عربي النكرة، فكان يقول يتندم: ليتني شربت الماء ماء زمزم للعمل. لأنه يقول: شربت ماء زمزم للعلم فأتاني الله العلم فلم أعمل. يعني لم يكن العلم، ليس لم أعمل أنه ترك الواجبات، يعني لم يعمل العمل الذي على قدر العلم. لذلك نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا العلم والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الفوائد المستنبطة لهذا الحديث: أولا، واسع فضل الله على العباد. اثنين، إذا أراد الله بأمة هلاكا قبض منها علماء، خلى الأمة من العلماء. إذا أراد الله بأمة هلاكا قبض منها علماء. وطبعا الأصل في الحديث، هذا مستنبط، هذه فائدة مستنبطة من حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد بأمة هلاكا ماذا يفعل؟ يقبض نبيها. صحيح. فإذا أراد، وقال الله: وما كان الله معذبهم وأنت فيه. فإذا أراد الله الهلاك بأمة قبض علماءه، وهذا الذي يحدث الآن، العلماء في قلة وإلى قل. لذلك كان الإمام البخاري يبعث الرجل من أهل السنة يقول: أرسل إليه بالسلام، فإن أهل السنة إلى قل. طيب، الفائدة التي تليها: حاجة الناس للعلماء. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفائدة التي تليها: عموم يراد به الخصوص. ما هو؟ الناس أراد بهم العلماء ممتازين. الفائدة كم هذه؟ الآن الرابعة التي تأتي الخامسة: أطول الناس أعمارا العلماء. توافقون أم تخالفون؟ أطول الناس أعمارا العلماء، لينتشر خير في الأمة. ولذلك أنت لو نظرت إلى العلماء الذين ماتوا صغارا قل. فأطول الناس أعمارا هم العلماء. لما؟ لأن الله خلقهم لدينه، وخلقهم لنصر الدين، وصنعهم على عينه سبحانه جل في علاه. بهذا نكون انتهينا من الترمذي. طب لا، ماشي، تفضل هات. فتفضل بعدين نقرأ. أيضا في أخت فاضلة أتت بفائدة، وأخت أخرى أيضا أتت بفائدة. نعم. ما هذا الذي قلناه؟
بأنه قلنا بأن الذين ضرب فيهم الأمثلة أنهم لم ينتفعوا بالعلم، لم يعملوا به، حملوه فقط، ليسوا بعلماء. نعم، لأن العالم الحق والعالم الذي ما قلت أنت أنت غفلت، قلت والعالم الحق هو من تعلم وتعبد ونشر ذلك بين الناس ولا يخلو من معصية. فهمت؟ طيب، لو في أي أسئلة عند في الجامعة أنا أراهن إن شاء الله. في فائدة هنا أخت تقول على أن الإيمان هو الركيزة الأساسية لحفظ العلم من الضياع والانتزاع، عشان أدل عليه فانسلخ منها. نعم نعم، هنا الأخت الفاضلة استفادت هذه الفائدة من قول الله جل وعلا فانسلخ منها، فالدلالة أنه لما انساه. وهي طبعا هذه جزاء نفاقا في قوله جزاء قول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يؤلمني جدا الإخوة دائما، أنا قلت الأفضل في ذلك أن نعلم السنة ونسارع إليها. لما يقول سلم ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. والإخوة لا تدرك كيف مسارعة الصحابة في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مؤلم جدا، مؤلم جدا. يعني أنا الآن قلنا فضل أبي سعيد الخدري، إحنا استنبطنا الفائدة العظيمة من فضله أنه إيش سارع في التنفيذ مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمخالفة للسنة أصلا علامة التوفيق، علامة التوفيق وعلامة محبة الله جل في علاه هو المسارعة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما زعم قوم محبة الله جل في علاه جعل العلامة الميزة لذلك هي إيش الرئيسة لذلك هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني عدم حتى لو في الإنسان لو طالب العلم بلغ منه الجهد ما بلغ فعليه أن يثابر، لأنه في ذلك في طريق الجنة. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى إيش الجنة. نعم الأخت إيش قالت، هل ممكن حمل المعنى أن عدم الانتزاع يكون استدراجاً فعدم النزع ليس دليل على الأفضلية؟ هو طبعاً حمل العلم دليل على الأفضلية، كأنك لم تدركي هذا، لكن صراحةً نظر دقيق من أروى. نعم نظر لا لا طلبات علم ومتقنات، لكن هو الحق أن نقول أن حمل العلم أصالة أفضلية، معنى أنه يحمل العلم. ولذلك الإمام ابن القيم يبين هذا، وهذا كلام الإمام أحمد بن حنبل، يعني لأنه الإمام ابن القيم يلمح إلى أن العالم أسرع الناس فيئة ورجوعا إلى الله جل وعلا، وأسرع الناس إدراكا، أسرع الناس إدراكا لذلك. لكن كما قلت المسألة أن تعلم كيف أن الله اصطفاك واختارك على الناس أن يجعلك ممن يترجم العلم بالعمل، بأن تكون عبدا لك عبادة لله جل في علاه، ولك خبيئة بينك وبين ربك، وأيضا أن تعيش أمدا لا يشغلك إلا نصر الدين الله جل في علاه. فمن وجد في نفسي ذلك فهذا حقا الذي نقول فيه أن الله جل في علاه منحه العلم ولا ينتزع بحال من الأحوال ولا يخلو من معصية. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. الكلام هنا على أنك لما تتكلم تقول علماء السوء، هل هم حقا عنده يعني من أهل العلم؟ هذا الكلام. قل يحمل علما، قل يحمل علما. وذلك ابن عينة لما قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. نعم كريم، فيما يبدو الناس ما قلنا، يبقى إذن المسألة على الحمل كما قلنا، حمل علما، هذا الذي نريده في هذا الباب. ربما يقوى ترجيحكم شيخنا ليس لنا مثل السوء وهو نقص في ففي حق الله من باب أول. جزاك الله خيرا. نعم نعم، لفتة كريمة. وأن رجالا الأخت الفاضلة نفس طالبة العلم التي قالت هذه الفائدة جيدة بتقول وأن قوله أن رجالا وصف يشترك فيه رجال والنساء. صراحة في اللغة لا أعرف هذا الوصف، لا أعرف هذا الوصف إلا خاص بالرجال. وندخلكن تغليبا بقول سلم النساء شغل رجال في الأحكام. شوف أنا أدين الله بأن النساء لهن همة عالية، هذا ما رأيت وارتأيت، وصراحة فيهن خير عميم. لكن يعني بلوغ المدى في العلم يحتاج إلى إيش؟ هذا العلم ذكر، هذا العلم مذكر وهو للذكران من العالمين. وخير كل الخير في مزاحمة النساء لما اختص به الرجال.
لكن أنا سأقول كم واحد قيل فيه كم امرأة قيل فيها أعلم نساء العالمين؟ ائتوني بغير عائشة، هل في؟ طبعا مشرفة قالت ويمنع حرمة السفر، يمنع هل يمنع حرمة السفر بغير محرم؟ يعني طبعا هذه دلالة أن المرأة تبع للرجل. حتى النجات عشان نفهم، عشان لا تترأس المرأة بحال، وترأس المرأة معناها الضياع. طيب شوف، عشان لا أنازعك خلينا نتكلم بحق. أعظم امرأة لها بركة على قومها كانت بلقيس، صحيح ولا لا؟ لو نظرتي لوجدت أنها لو تركت لنفسها لكانت أشأم امرأة على قومها، لكنها لما صارت تبعا لسليمان صارت أعظم امرأة بركة على قومها. فلا بد أن تكون تبع. قالت وأسلمت لله، أكمله مع سليمان، تبعا لسليمان. فالمرأة مهما جادت وجدت وارتقت، يعني أظن أنها لن تبلغ شأو الرجل في العلم. يعني هذا ممكن يكون أنا مخطئ في وجهة نظري، على أني أقول ما في اختبرت فيه الإخوة والأخوات إلا الأخوات تقدمنا. والله عشان كلام حق، هي حرب صح ولا لا؟ وعلى أيديكم تقدمنا عليكم أنتم أيضا. هنا حدث، هو ما ضعفنا في الحديث فقط في المصطلح. يشوف المنازعة بقى الآن. طيب أنا أريد الأخت تسمع هذه الفائدة الحكيمة. قال ما في شيء إزاحة، ما فيه رجال نساء إلا وتقدم رجال النساء، حتى الطبخ. ده تخصص يعني. ده من وين أتيت بهذه الفائدة؟ النساء يفتحن قناتي. هو الحق أنا يعني أكثر الأسئلة تأتيني امرأة مريضة، أقول اذهبي لطبيبة. لا، لما لا؟ ما يجوز. أنا أرتبها وجوبا. تقول لي ما فيش طبيبة متقنة. مدرس؟ لا. مدرسة؟ لا، ما فيش مدرسة متقنة حقا. لكن أنا أقول هناك نساء متقنات، لكن المزاحمة ليست صحيحة لأنها مخالفة للفطر. قال الله جل في علاه ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ليست المفاضلة هنا في النفقة كما يقول الذين يعني لا يفقهون. صحيح أن الله فاضل بين الرجال وبين النساء، لكن كفى بالمرأة شرفا أنها ملكة في بيتها، وأنها الذي أخرجت الشافعي وأخرجت مالك وأخرجت الثوري، وكفى بها فخرا أنها تهتم بالعلم حقا وتهتم بالدراسة. لكن أن هي تترفع عشان تترأس الرجال فهذا صعب جدا، هذا لا أدين الله به بحال ولا أراه. أنا كنت أولا أقول لا أرى المرأة أن هي تتقدم رجل علميا، هذا لا أرى ذلك، لكن قد وقد، لأن أنا رأيت روائع ورأيت رفعة صحيح، لكن ما زلت عند قولي بصوت منخفض. أنا ما زلت عند قولي. نعم، طيب جزاك الله خير. ربيعة طبعا أسد مغوار قال ولا نرضاه نحن على أنفسنا. نعم، هذا صحيح. إذن همتك العلمية العالية الراقية السامية واشتد حتى لا يتفوق النساء على الرجال حفظا ولا علما ولا دراسة ولا إتقانا. رجاءً كونوا كذلك. نستأذن الإخوة والأخوات في الجامعة، الله يحفظ لكم الخير كل الخير، ونسأل الله في علاه أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة، ونجعل ذلك في موازين الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.